هذا الإنسان وتنميته والحفاظ على استقراره ومعيشته. فالعمل هو مجموعة من الأنشطة يقوم بها الإنسان، سواء كانت دينية أو دنيوية، لكن الكثير من الناس لا يفهم من العمل إلا التعب أو الكسب ليسترزق به، وإنما المسلم العمل له أهداف وله شروط، فلا بد من توافرها وتوفرها حتى يثاب المرء على هذا العمل. فالعمل إذا كان دينيا فله شروط، وإذا كان دنيوي فله شروط، ويلتقيان في الشروط، وهو الإخلاص لله عز وجل، وأن يخلص المرء في عمله لله تبارك وتعالى. ولذلك في جانب العبادات الفقهاء العلماء يتحدثون في هذا الجانب من باب المقاصد، فلماذا نصلي، ولماذا نزكي، ولماذا نصوم، ولماذا نحج. فالجواب العادي البديهي وهو الطاعة لله عز وجل، لكن هناك مقاصد، هناك مقاصد من هذه الأعمال. فنتوضأ، إذن طاعة لله عز وجل، ولكن النية أن تتساقط الذنوب ونحن نتوضأ، نغسل الذنوب وأعضاء هذه الأعضاء ونحن نتوضأ. فأنا إذا يعني استعملت المضمضة والاستنشاق فإني أقوم بتنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فغسل الأعضاء يعني لا يصح الوضوء إلا بها، لكن هناك مغازي، هناك معاني، أنك تمضمض وتستنشق، هذه المضمضة أنك تغسل الفم، تغسل الفم ما علق به، لكن هناك معان أخرى. المؤمن دائما، المسلم دائما يكون نظيفا الفم، لا ينطق بالغيبة ولا النميمة ولا الفحش ولا الكذب ولا كل ما يغضب الله عز وجل، فهو لا ينطق إلا بشيء طيب، وقولوا للناس حسنا. فهذه معنى المضمضة. أما أن يمضمض الإنسان بالماء ولكن يخرج الخبث من فمه، فما فائدة هذه المضمضة؟ كذلك الاستنشاق، فلا تشم إلا الطيب، إلا ما فيه رائحة طيبة. فإذا الإنسان يستنشق الماء ويستنثر الماء ثم لا يشم إلا الخبث من الروائح الكريهة، فهذا لا يفيده في شيء. كذلك غسل الوجه، إننا نغسل هذا العضو الوجه بالماء، لكن يجب أن نغسل هذا العضو وما علق به وما فيه، أن لا تنظر بعينيك إلى الحرام، إنك غسلت عينيك فاغسلهما معنا، فاغسلهما معنا. كذلك الأذن، إنك تمسح أذنيك فامسحهما معنا، أن لا تسمع للحرام ولا تسمع للموبقات ولا تسمع للفواحش. إنك تمسح رأسك كذلك، هذا الرأس أن تحافظ على هذا الوعاء، أن لا تدخل إليه إلا ما هو صالح من الأفكار، من المعقولات وغير ذلك. كذلك اليدين، أن تغسل يدك، لا تلمس بها الحرام، وأن لا تأخذ بها الحرام، وأن لا تبطش بها الحرام. وكذلك أن تغسل رجليك، لا تمشي بهما إلى الحرام، تمشي بها إلى أماكن العبادة وأماكن العلم وأماكن رضا الله عز وجل. إذن هذا مقصد هذه العبادة، يعني عبادة الوضوء. كذلك الغسل من الجنابة وغسل السنة، كذلك الصلاة. الصلاة لماذا نصلي؟ هناك هدف أسمى وأعمى وهو طاعة الله عز وجل، لكن هناك مقاصد معان فقد ذكرها الله عز وجل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأنا أصلي إذن لي أغسل بدني وأطهر بدني من كل هذه الفواحش،
فأبتعد عن الفواحش، عن المحرمات، عن المبيقات، عن المعاصي، عن الذنوب، عن الآثام، أتخلى عنها وأتحلى بالماء يحب الله عز وجل، أن أتحلى بالفضائل، بالأخلاق الإسلامية الرفيعة. هذا معنى الصلاة وحقيقة الصلاة. أما الإنسان يصلي ولا تتحسن صورته ولا سيرته ولا أخلاقه، فلا فائدة من هذه الصلاة. وأغلب المسلمين الآن لا يفهمون معنى ولا حقيقة الصلاة، فتجد يصلي ويسب، يصلي ويلعن، يصلي ويعادي، يصلي ويظلم، يصلي ويسرق، يصلي ويسيء للناس ويسيء للجيران وهكذا. فما فهم هذا الشخص وما عقل معنى الصلاة وحقيقة الصلاة؟ من لم تنهى صلاته على الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويزني، يصلي ويأكل الربا ويتعاطى للربا، فما فائدة هذه الصلاة؟ إذن يجب أن نفهم معنى العبادات، معنى العمل في الإسلام. ثم الصيام كذلك، الزكاة، لماذا أزكي؟ لماذا أزكي؟ امتثال أمر الله عز وجل، هذا واضح، هذا مفهوم. لكن هناك معاني أخرى وقد ذكرها الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. خذ من أموالهم تطهرهم، أنت إذا أخرجت الزكاة وتصدقتها فأنت طاهر نفسيا. ما معنى طاهر؟ طاهر من الشح، طاهر من البخل، أنك تطهر نفسك وتغسل بدنك، تغسل قلبك من الآن من يعني الشح. فالذي لا يزكي لا يحب إلا نفسه، الذي لا يزكي يكره الناس، يكره أن يفعل الخير، الذي لا يتصدق فيه صفة كره الناس، كره فعل الخير. هذا هو معنى، لا تفسير له إلا هذا. الذي لا يزكي إنما يحب ماله، يحب ذاته، من لم يجد بماله لا يجد بنفسه. يعني الذي يصلي ولا يزكي فلا تنفعه هذه الصلاة، وإن كان قد أدى الفرض. إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يكون فيها حب التعاون مع الآخرين، يحب أن ينفع الناس، يحب أن يسعد الناس، يحب أن يعين الناس ولو كان بحق الله، هذا حق الله. ومع ذلك فحينما يعطي حق الله عز وجل فيفرح لذلك. كذلك الصدقة التطوعية، الصيام، ما هو الهدف من هذا الصيام؟ الصيام وهو يحقق التقوى، يحقق الخوف من الله عز وجل، يحقق حقيقة الإخلاص، لعلكم تتقون بهذا الصيام، لأن هذه العلاقة بينك وبين الله عز وجل. فأنت إذا صمت على هذا الأساس فإنك لا تعصي الله عز وجل، ولا تنافق، ولا تزور، ولا تغير، لأنك اتقيت الله في الخفاء، في الخفاء بينك وبين الله، فستتقيه في جميع المعاملات مع الناس. إذا كنت بينك وبين الله ولا تأكل ولا تشرب طوال وأنت صائم، فيعني أنك ستخاف الله عز وجل في باقي الأمور، في باقي الأعمال. كذلك الحج، لماذا نحج؟ لنتخلق بأخلاق الإسلام، لنترفع عن سفاسف الأمور، لنكون أمة واحدة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا معنى حقيقة الحج. أما الإنسان أن يحج وهو ما زال على أفعاله الشنيعة، وما زال يرتكب الموبقات، وما زال العادات مترسخة، العادات السيئة مترسخة في نفسه، فهذا لا يفهم معنى حقيقة الحج. لأن المشكل عندنا أننا نؤدي الفرائض والعبادات شكليا، شكل صوريا، أننا نؤدي الصلاة يعني أننا نركع ونسجد ونؤدي الفرائض والأركان، ولكن الهدف من وراء ذلك غير معلوم، غير معروف. كذلك الحج، إذن لا بد أن نفهم معنى وحقيقة العبادات. لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا نقرأ القرآن؟ نقرأ القرآن ولكن لا بد من أهداف، أو هو أن نطبقه،
إذا كنا نقرأ القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى من الجنة والناس، طوال حياتي أقرأ القرآن ولا أطبق فيه شيء، فما فائدة قراءتي للقرآن؟ القرآن خصنا نطبقه في حياتنا، أنا نقرأ القرآن خصنا نطبقه، لأن الله كيخاطبني، الله كيتحدث إلي، يقول لي طبق هذا الكلام اللي كنقول لك، وهذه الأوامر التي أمرك بها، فاسمع لها وطبقها. أقرأ القرآن ولا أطبقه، لا فائدة من ذلك. وإن حصلت على الأجر، كل حرف بحسن وحسنة بعشر أمثاله، ولكن قد يكون وبال علي، وقد يكون حجة علي. إذن كل عمل أقوم به لا بد أن أراعي فيه المقاصد والمغازي. العمل الدنيوي، أنت تدرس، إنسان يدرس أو تدفع بابنك يدرس، لماذا يدرس؟ إذن أخص المقصد، المغزى، المعنى، المقاصد. الجواب اللي هو عام بديهي عند كل الناس، يتوظف باش يحصل على الشهادة ديالو ويتوظف، هذا عام، هذا يشارك فيه كل الناس وكل البشرية، هذا هو الهدف دياله. بل عند بعض الدول المتقدمة هدف آخر، ينمي أو يفهموا الطفل منذ صغره أنك تنفع نفسك وتنفع أمتك، أنك تقرأ باش تكون واعي، باش تكون قارئ، باش تكون فاهي، وتكون عندك المكانة في المجتمع، ثم تنفع أمتك. هذه قد يفوقون في هذه الأهداف. احنا الإسلام، لا، في الإسلام عندنا هدف أسمى من ذلك، هو إخلاص النية لله عز وجل. إخلاص النية، طلب العلم، لماذا أدرس؟ للكسب فقط؟ لا، بل يكون وبال علي هذه تكون وبال علي الدراسة، بل سأعاقب على ذلك إذا كان هذا هو الهدف. إذا كنت تدرس من أجل الهدف الوظيفة، هذه غادي تعاقب عليها يوم القيامة. إذا كان هذا مجرد الهدف، مجرد الوظيفة فقط ولا غير، أو التفوق على أقراني فقط، أنا نسجل ندير ماستر ندير الدكتوراه باش يكون عندي مكانة، يلغيو عليا وينادوا عليا دكتور، يلغيو عليا أستاذ، يعني متفوق، أتفوق، هذا غادي نتعاقب عليه يوم القيامة. أنا أدرس لأنفع نفسي أولا، لأخرج من بوتقة الجهل والتخلف اللي كتعيش الأمة، أنا نفسي أولا، لأن الأمة كتعيش هذا لا يشك فيها، يشك في ذلك أحد ولا يغفل عنه أحد، لأنه واضح الأمة كتعيش تخلف. الأمة ديالنا أمة يعني العرب، لنقول العرب، قد يكون دول إسلامية شيئا ما، فيعيشوا التخلف، يعيشوا الجهل، يعيشوا الأمية. هذه الأمية نعيشوها، واش احنا في هذا القرن، القرن اللي هو القرن 21، القرن تكنولوجيا، القرن اللي وصلوا الناس إلى أماكن بعيدة، وما زال عندنا 60 50 40 70 انت على الأمية، الناس ما زال ما كتعرفش تقرأ. إذن هذه كارثة، هذه مصيبة، هذا مصيبة، هذه مصيبة على الأمة، مع أننا أمة اقرأ، اقرأ، الله عز وجل كيقولنا اقرأ، يعني اقرأ ما معنى واجب أنك تقرأ، اقرأ، واجب عليك تقرأ، كما يقولنا الله عز وجل صلي واقرأ، صوم اقرأ، زكي اقرأ، حج اقرأ. إذا ما كنتش تقرأ لا تفهموا معنى الصلاة، ولا تفهموا معنى الصيام، ولا تفهموا معنى الزكاة، ولا تفهموا معنى الحج. وكثير من الناس اقرأ، قد حصل على القراءة، بمعنى في شهادة، حصل على الدراسة وقرأ، مر بهذه المراحل، ولكن مجرد ما حصل على ذلك الشهادة القطيع القراءة، هذا هو الجهل بعينه، هذا هو التخلف بعينه، هذه هي الأمية بعينها. الواحد اللي حصل على الشهادة وتركها وتخلى على القراءة، هذا يكون جاهل. أنا أقول لكم علاش، لأن القراءة خص الإنسان يستمر في القراءة، دائما تقرأ، دائما تقرأ، شري الكتب، قرأ، تمعن، فكر، اكتب، ادرس، دائما الحياة ديالك، حياتك في الدراسة، في القراءة. ولذلك الشافعي رضي الله عنه يقول في شأن طلب العلم دراسة، اللي كنقولوا بالمصطلح ديالنا الآن، يعني أني أصنع حذاء من الحديد وعصا من الحديد، فلا أتخلى ولا أترك ولا أدع العلم حتى يفنى، تفنى العصا ويفنى الحذاء.
الحذائي نتاع الحديد واش غادي يفنيو؟ الحذاء النعاين نتاع الحديد غادي يتفنوا، العصا غادي تحنى. بمعنى اطلب العلم من المهدي الى اللحدي، من المهدي الى اللحدي، انه عباده. هذه هي الامه الاسلاميه الان. احنا المسلمين ما فهمناش ما معنى العلم، فهمنا العلم انه المعارف، لا، العلم هو عباده وربما يفوق الصلاه. انتبهوا، العلم، طلب العلم تفوق يعني الصلاه. ما معنى الصلاه؟ النوافل، انك تقوم الليل وتصوم النهار، تتعلم ايتين من كتاب الله عز وجل، كتعلم ايتين من كتاب الله عز وجل، يعني تعلمهم خير من العباده، خير من النوافل، خير من قيام الليل، خير من صيام النهار. وهكذا كانت الامه ايها الاحبه، ايها الاخوه، الاخوه. فالسلف الصالح كان واحد في احتضار الموت، احتضار الموت، فينشر العلم، يقول قال الله قال رسول الله، فيوصي وينشر العلم. كالأمة حلق الذكر، حلق العلم في المساجد. الآن كاين شي حلق العلم في المساجد؟ أين العلم؟ تخلينا عن العلم، كرهنا العلم، أبغضنا العلم. دير الدرس أنت في الجامع، راه ما كاينش اللي، بعض المرات يقول لك الإنسان بثقافته بوعيه يقول لك أنا فاهم ذاك الدرس، فاهم الدرس، بالله تفهموا شيئا، بالله تفهموا شيئا. إذا كنت تفهم الدرس يجب أن تجلس، إذا كنت لا تفهم فإذا لم يفهمون ناموا، ناموا، وإذا أظلم عليهم قاموا. هكذا قالوا السلف الصالح، بمعنى الإنسان يجي يحضر الدرس، إذا لم يفهم الدرس ينعس، فهم الخطبة ينعس، وإذا أظلم عليه الموضوع يقوم، صافي ما يحضرش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الدرس، الموعظة صلى الله عليه وسلم في المسجد مع الصحابة، يعلم الناس. جاء واحد ثلاثة دخلوا، والصحابة كانوا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يديروا الحلقة حول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحلقة، اجتمعوا ولا تفرقوا حتى في حلق طلب العلم. فهاد ثلاثة دخلوا، جماعة دخلوا، واحد وجد واحد الفرجة فجلس فيها، واحد ما لقاش الفرجة وتأخر وجلس وحده خارج الحلقة، الثالث لم يجد الفرجة ولم يجلس مع من جلس خارج الحلقة فانصرف. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم الحديث فقال أما الأول فآوى آواه الله، أما الثاني فاستحي استحي الله منه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. مالك أنت ما بغيتش تجلس؟ فين غادي؟ الواحد اللي ما يجلس الموعظة ويتعلم فين غادي؟ غادي للدار، أشنو كاين في الدار؟ شنو كاين؟ هو أفضل من المسجد. غادي للقهوة، أشنو كاين في القهوة؟ أفضل من المسجد. تمشي تشاهد شي حاجة، أفضل من المسجد. تمشي تشاهد المباراة لكرة القدم، أفضل من المسجد، أفضل من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ما عندناش الفهم لحقيقة العبادات ولا العلم، ثم ما عندناش الحب العلم. في هذا الزمن، في هذا الزمن أتحدث عن هذا الزمن، لابد أن نغرس المفاهيم الحقيقية في أنفسنا وفي أولادنا، حتى يعني نترفع أو نرتقي بهذه الأمة إلى مصافي الأمم الراقية المتقدمة. العمل الدنيوي كذلك، إذا قلنا الدراسة، ولدك بغى يحصل على شيء عمل معين، ولذلك الآباء ينبهون أبناءهم ويرغبونهم في منذ يعني نعومة أظفارهم. أش بغيت تكون أولدي؟ أش بغيت؟ بغيت نكون دكتور، بغيت نكون مهندس، صافي وقف هنا، والله يصلحك أولدي واجتهد معاه. نعم، ولكن يا ولدي بغيت تكون دكتور، ما هو الهدف تاع الدكتور؟ غادي تكون طبيب مثلا، لأن احنا ما كنقولوا دكتور غير في مجال معين، وإلا في مجالات مختلفة، مختلفة. لماذا تريد أن تكون هكذا؟ باش يكون عندي الفلوس بزاف، ويكون عندي واحد السيارة، ويكون عندي واحد الدار، ويكون مهندس، عندي مكانة في المجتمع. ما يغرش في نفسي ولديه أو ولدي لتنفع الناس، لتنفع أمتك، لترقى بأمتك. الأمة المتخلفة، الأمة الآن ضعيفة، الأمة الآن مهزومة. أولدي باش تكون أنت السبب في أن تكون أمة، هذه الأمة قوية. هنغرس منذ
نعومة أظفارهم، هذه المبادئ وهذه المفاهيم. كيف ما كان العمل، احنا الآن عندنا كره مجموعة من الأعمال كنكرهوها في المجتمع ديالنا، وكنغرسوا هذا الكره في نفوس أبنائنا. الآن الصانع لو كان ولدك يقول كان نحب هو يدرس، يقول أبا يا أبتي يا أمة أنا بغيت نكون صانع، نصنع شيء، نصنع، شنو تصنع؟ شي حاجة؟ لا لا لا، شنو تصنع؟ نكون خياط، ولدي شنو الفضيحة اللي تكون؟ نكون حداد، لا عشان. لا، العمل كيف ما كان إذا كان فيه نفع الأمة فهو عبادة، ولكن يكون مع الإتقان. رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، يتقن العمل. احنا لا، كلنا بغينا واحد مجموعة من الأعمال معينة. ثم أمر آخر، قليل من يرغب ابنه أن يكون عالم شرعي، لأننا ننظر إلى المادة فقط. كل شيء واحد الولد يقول لك يا أبتي بغيت نكون أنا إمام خطيب، نكون عالم. أولدي وش هذا؟ ما عندوش مستقبل، لأن ما عندوش الأجرة كبيرة، ولكن الأجرة غادي تكبر في الدنيا، والأجرة ديال الله عز وجل الذي سينفعك هذا الولد إذا حفظ القرآن الكريم. ولذلك كنشوفوا المجتمع ديالنا أغلب كنتكلم على الأغلب الذين يدفعون بأبنائهم لحفظ القرآن الكريم إذا كان راصب في الدراسة دياله، ولا إذا كان عنده أولاد بزاف وكذا بغي يتخلص من شي واحد. لا، لماذا لا تجعل واحد من أولادك توهبه لله عز وجل؟ عندك 4 الأولاد، 5 الأولاد، هذا وهبه للقرآن، هذا وهبه للدين، خصوصا المستقبل الآن تاع قراء القرآن والذين يدرسون العلوم الشرعية، ماشي بحال بكري. الآن يعني الوظائف مضمونة والمستقبل ظاهر حافظ القرآن، ولكن أن يكون على علم. والله يهدينا، والله يصلح أولادنا ويصلح المجتمع ديالنا.